بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، على آله وصحبه وسلم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، على آله. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. عشاء نجم الجماهير في كل مكان، أهلا بكم وحلقة صباح يوم الاثنين، صباح جميل، صباح شريف، صباح سعيد عليكم. يوم خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلق يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين عليه أفضل الصلاة والسلام يعني. فيا رب كده يوم كريم، والناس اعتادت تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فربنا يتقبل منكم جميعا ويصلح الحال والأحوال ويبارك فيكم ويسعد أيامكم ويرزقكم الخير والسعادة بحق جاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك. أبدأ معاك لايف اليوم من خبر مهم علمته، وهو نخش في الأهل الأول بعد نخش على جلسة حسين لبيه. النادي الأهلي اللي خلاص انتهى من لمسات تجديد عمرو السولية وعلي معلول، ويتم التوقيع خلال الساعات القليلة المقبلة، الاثنين خلاص تم الانتهاء من عقودهم، تم مراجعة عقودهم من خلال وكلائهم، تم الاتفاق على كل شيء. علي معلول وعمرو السولية الثنائي ينتهي تعاقده بانتهاء الموسم المقبل، او الموسم بقى اللي احنا فيه ده يعني، اللي هيبدا بمباراه طلاع الجيش مع الاهلي في السوبر يعني. خلاص الدنيا بتبدا والامور افضل باذن الله تعالى. فتم الاتفاق، خلاص كل حاجه خلصت من حيث عقود عمرو السولية وعلي معلول، وبالتالي علي معلول وعمرو السولية يجددا للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة. ويرحل أيضا خلال الساعات القليلة المقبلة عن النادي الأهلي الكابتن سعد سمير، ومعه الرباعي اللي أنا قلت لكم عليه امبارح اللي هو محمد عبد المنعم كامبوس، اللهم صل على محمد، و كريم نيدفيد، اللهم صل على سيدنا النبي، كريم نيدفيد، محمد عبد المنعم كامبوس، ومصطفى البدري، ايضا من المجموعه اللي بترحل، وفارس ستار. دول الخمسه اللي ماشيين. علمت ان عقد سعد سمير سيكون الاعلى داخل نادي فيوتشر، وقيمته 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه يحصل عليها سعد سمير، والتعاقد لمده موسمين والإعارة لمدة موسمين، ويحق للنادي الأهلي استدعائه بعد أول موسم لو احتاج إلى خدماته. وبالتالي سعد سمير مع كريم نيدفيد، محمد عبد المنعم، مصطفى البدري، فارس طارق إلى فيوتش. لما تنزعجش قوي لو لقيت موقع مثلا زي اليوم السابع بيقول لك النهارده سعد سمير يوافق على الإعارة، قول له أنكر أبو المعطى إيه من 3 أيام وقال لك إن الراجل راح وخلص ومضى وكل شيء تم بالأمس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وأن الصفقة تمت ومعهم جنش ومعهم أيمن الصفاقسي هداف الدوري التونسي، وجوناثان أنجويم ظهير منتخب الكاميرون الأيسر وظهير نادي الجونة، وأن خلاص الموضوع خلص يعني. فسعد سمير إلى الفيوتشر بعقد لمدة 6 مليون جنيه سنويا، ويتساوى معه في قيمة العقد الكابتن محمود عبد الرحيم جنش اللي هيحرس مرمى الفريق بشكل أساسي في المرحلة المقبلة. أما بخصوص تجديد عقود نجوم النادي الأهلي عمرو السولية وعلي معلول، وقلت لكم قبل كده أفشة، هيجددوا الأفشة وهيرضوه وهيعلوا قيمة عقده، قلت لكم قبل كده أكرم توفيق برضو يعني، الحاجات اللي أنا قلتها لكم دي بتحصل. لكن الاثنين اللي خلاص تم الانتهاء من عقودهم ويتبقى توقيت الإعلان، عن تجديد عقودهم، هما علي معلول وعمرو السولية. يعلنها بقى بكرة مع الاحتفالية الكبيرة والعظيمة اللي هتتعمل في النادي الأهلي، يبقى يعلن بعد يعني بعد الحفلة يعلن ماشي، عشان اللعبة تبقى حاضرة الحفلة والاحتفال، الاحتفال بالعشرة ببطولة أفريقيا العشرة، فده وارد.
يعلن بعد الاحتفال عشان اللعيبه تحضر، يعلن بقى الاحتفاليات مساء الثلاثاء من 8 ل 10، ممكن يعلن الاربع، وممكن يعلن تجديد العقود بكره في نفس اليوم، ما تعرفش. ده امر تقديري للكابتن محمود الخطيب وشريكه في هذا الامر امير توفيق اللي هو مدير التعاقدات، خلص كل حاجه وظبط كل حاجه وانتهى الامر. فمبروك لي علي معلول وعمرو السليه، ومبروك على جماهير النادي الاهلي هذا التجديد، هيتم الاعلان عنه خلال الساعات المقبله. بقول تاني عشان ما يجيش واحد يقول ده ما اعلنوش لسه، ده ما حصلش، لا، خلص رسمي، خلص رسمي، مجدد علي معلول مقابل 1,500,000 دولار في الموسم، موسمين بخلاف الموسم الحالي. وعمرو السليه اتحط فيها اولى، يحصل على 9 مليون جنيه و10 مليون جنيه و11 مليون جنيه في السنوات الثلاث، وتم رفض مبدا ان يبقى له موسم اعاره في العقد، لا، كله هيبقى مظبوط. ناس عماله تسالني على احمد فتحي هيروح الاهلي ولا فيوتشر، وارد احمد فتحي يروح فيوتشر، بس خلاص احمد فتحي يعني خلص على نفسه في السنه اللي فاتت، بقى دون المستوى في النادي الاهلي، كان بيلعب باك رايت وباك ليفت ووسط ملعب، وكان مكسر الدنيا، وكان بيلعب محمد هاني اساسي. دلوقتي للاسف شديد جدا هذا الموسم لم نشعر بالكابتن احمد فتحي، واحمد فتحي من الناس المحترمه اللي ما مشيش عن الاهلي كده، يعني هو ندم على الرحيل من النادي الاهلي، لكن في كل الاحوال له كل الاحترام وكل التقدير، ولعب 3 اشهر دون الحصول على اي مقابل مالي من النادي الاهلي، بخلاف 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 اللي عمله رمضان صبحي في هذا التوقيت. فبالتالي احمد فتحي وارد يروح في يوتشر، وما عندهم 13 لعيب ماشيين، قولوا 14، المشكله والمشكله لا، جونيور اجاييه رايح لفاركو، لان مدير التعاقدات في فاركو هو جون ادوارد، الوكيل للاعبين المحترم جون ادوارد، اللي هو وكيل برضو علي معلول ومحمد شريف وهكذا، وعبد الله جمعه، يعني عنده كواليتي كده، كريمه لاعبين هو وكيلهم، هو والناس اللي معاه. لكن جونيور اجاييه تم الاتفاق معاه مع فاركو، الصبح يتفق مع 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 جون ادوارد، يخلص اخر النهار بساعه يجي له تليفون عشان اللهم صل على سيدنا محمد. لحظة، عشان ان هو يروح الزمالك واغراءات وما الى ذلك. فبالتالي ده مخلي جون ادوارد متردد، عمال يهدي فيه ويفهمه ان الامور ما بتجيش كده وما بتجيش قفش، وشد حيلك وبالتوفيق وكل الامور دي. فبالتوفيق باذن الله تعالى لجونيور اجاييه، لكن جونيور اجاييه هيروح فاركو النهارده، بعد اسبوع، بعد 3 اسابيع هيروح فاركو، حتى لو في اللمسات الاخيره. والجميل عند جونيور اجاييه ان هو بيحضر التدريبات وملتزم ومنضبط، وروحه جميله وروحه حلوه مع زملائه داخل الملعب في التدريبات. لا، ما راحش جونيور اجاييه، ما راحش فاركو خلاص. انا متواصل دائما مع جون ادوارد الثالث عشر. طيب، ده بالنسبة لصفقات النادي الاهلي. طيب، النهاردة على الصبح كده كنت متواصل مع مسؤول زملكاوي، فقال لي في جلسة مرتقبة قد تكون اليوم بكرة بعده بين الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وهذه الجلسة لوضع اللمسات الأخيرة واللمسات التنفيذية على الصفقات بالنسبة للأهلي والزمالك، بالأهلي وبيراميدز. قلت له هيقعدوا مع بعض، قال لي هيقعدوا ويتفقوا، واللي هيتفقوا عليه هيتم، واللي هيتفقوا عليه هيتم. قلت له طب هيتفقوا عليه أول حاجة؟ قال لي هيتكلموا أول حاجة في إبراهيم، في عبد الله السعيد، هم طالبين 15 مليون. الاتفاق مع اللاعب ده بتاع إدارة نادي الزمالك، فهو هيتفق على سداد 15 مليون إزاي، يقللهم يزودهم. البيراميدز ايهاب جلال عاوز مصطفى فتحي، هيتحط ضمن مصطفى فتحي في الصفقة، انتقال نهائي، هيتحط إعارة، مش هيتوافق عليه أصلا، يعني هيبقى في جلسة لوضع النقاط على الحروف في هذا الأمر. أهم العناصر اللي في الصفقة دي هو عبد الله السعيد والانتقال إلى نادي الزمالك، بعد ما عشم لجنة الزمالك، عشمت كل الناس يا قلبي، عشمت كل الناس بتواجد عبد الله السعيد، أنكل عبد الله السعيد، جده عبد الله السعيد 36 سنة في الانضمام الى نادي الزمالك. اللاعب هيحصل على 20 مليون جنيه سنويا، يوقع لمده 3 سنوات، يحصل على اول موسم مقدما، باقي القيمه الماليه تقسم على الثلاث سنوات، تقسم على الثلاث سنوات.
باقي القيمه الماليه هتقسم على الثلاث سنوات، فيقعدوا يشوفوا ايه الموضوع، ايه اللي يحصل وايه اللي يجري. الصفقه الثانيه وهي اللي بقى عاوزها نادي الزمالك والاهم من عبد الله السعيد في رايي هو نبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا اللي ايهاب جلال قال ابدا ما يمشيش، نادي الزمالك يحتاج الى خدماته، يراه الوريث الشرعي للكابتن طارق حامد في هذا المركز المهم والحساس، واللي هو قافل بيه قاطع بيه المية والنور طارق حامد، وبقدم موسم روعة. بالمناسبة طارق حامد عقده بينتهي بانتهاء الموسم المقبل، ما يعني ما فيش بقى، انت فينك فينك بقى، ما جددتلوش ليه وما قعدتش معاه ليه وما احترمتوش ليه؟ لكن شوف النادي الاهلي بيعمل ايه مع نجومه، بيقعد مع الناس وبيراضي الناس وبيتفق معاهم وبيقدرهم وما الى ذلك. فرمز كبير زي طارق حامد هو ده النجم اللي تقدر تقول ده نجم محترم يمثل الزمالك، ده رمز محترم يمثل الزمالك، هو وعبد الشافي والناس المحترمه اللي جوه ملعب نادي الزمالك. لكن الناس قلت الادب، كل الناس بتبقى ضدها، كل الناس بتبقى ضدها، اي حد يبقى ضد. طب واحد بيدعم قليل الادب زيه، ما تزعلش منه، ما هو زيه، اللي يدعم قليل الادب قليل الادب، لكن اللي بيدعم الناس المحترمه اللي زي طارق حامد واللي زي عبد الشافي واللي زي الونش واللي زي محمود علاء واللي زي وهكذا واللي زي احمد سيد زيزو، الناس اللي هي ما بتخرجش عن الاخلاقيات، لا تاتي بسلوكيات منحطه ولا تاتي بسلوكيات يعني تخدش حياء البيوت، ماشي، وعندها عقل وعندها اتزان وتقدر الامور اللي بتعملها امام العالم اجمع. لازم الناس تبقى محترمه، انت نجم وبتاخد فلوس ورمز، لازم تبقى انت عندك انضباط لاعصابك وسلوكيات. فهنا طارق حامد لم يجدد، لكن حسين لبيب في اجتماعه مع ممدوح عيد عينه على نبيل عماد دونجا، يبقى عبد الله السعيد رقم واحد، نبيل عماد دونجا رقم اثنين، الباقي بعد كده سلطات. يعني ايه؟ هيكلمه في احمد ايمن منصور، مش مهم قوي، ما انت عندك عبد الغني وعندك الوينش وعندك محمود علاء وجبت شبان، فمش مهم قوي. لكن انت هنا دول صفقتين في منتهى الاهميه، قاعد عشانهم حسين لبيب. طيب هم بقى هيطلبوا ايه؟ بيراميدز هيطلب ايه؟ هيطلب بن شرقي، هيقول له اخده اعاره لمده موسم، مش باقي له عندك موسم ومش هيجدد معاك، ما اخده. ده اللي هيحصل، انا بحكي لك ايه اللي هيحصل في القعده، لان بن شرقي واضع شروط تعجيزيه للمسؤولين في نادي الزمالك، والمسؤولين في نادي الزمالك امتلكوا شجاعه ان هم يبيعوه في السنه دي ويجيبوا بديل ليه اذا هو مصمم على شرطه بوضع 500,000 يورو للرحيل في اي وقت، للرحيل في اي وقت، ماشي. فالجلسه دي جلسه مهمه جدا جدا جدا. في ضمن الجلسه دي عواد الناس في نادي الزمالك مش حباه قوي، والسبب هو راتبه المالي الضخم 16 مليون جنيه سنويا، وجاله عرض من فيوتشر ب 6 مليون عمال لسه يعني يقول لك لا انا باخد 16، وجاله عرض من فاركو، وجاله عرض من كذا نادي، هو ال 16 مليون عامله له انا قاعد في الزمالك واخد 16 مليون، وبعدين مش يجنش انا ومين؟ انا وابو جبل، مش ناسي محمد صبحي، والخواجه كارتيرون منحاز جدا لمحمد صبحي. يعني هيبقى ترتيب الحراس في الموسم المقبل ابو جبل، محمد صبحي، عواد، والراي وكارتيرون قال لهم لو جاله حاجه وعاوزين تمشوه مشوه، ما عنديش مشكله. يعني لو انتوا هتتفاوضوا عليه وعاوزين تمشوه مشوه، ما فيهاش اي مشكله. فبيراميدز محتاج الى حارس مرمى، محتاج الى ان احمد الشناوي مصاب ما عندوش غير مادي سليمان، فعاوز حد يطمن له، يحس معاه بالامان، يحس معاه بالقدره على الاطمئنان، وراك حارس قوي. فهو ما عندوش غير مادي سليمان وشريف اكرامي فقط، فشريف اكرامي مش هيبقى في المستوى أسوأ من المستوى اللي وصله الموسم الماضي، يعني قدم مستوى سيء للغايه. فهم عاوزين بيتكلموا في محمد عواد بحيث يبقى حارس للمستقبل، ويقدروا يتفاوضوا مع عواد بدل ما بياخد 16 مليون ياخد 9، ياخد 8، ياخد 10، ياخد 11، يقدروا يظبطوا الدنيا دي. فهنا هيعملوا قعده مهمه جدا حسين لبيب وممدوح عيد للاتفاق على كافة التفاصيل فيما يخص صفقة الموسم زي ما بيقولوا عليها عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا الناس في بيراميدز هيقولوا له ادفع 20 مليون جنيه خده. بقول لك اللي هيحصل في القعدة، لا يمانع المسؤولين في نادي بيراميدز ان هم يبيعوا نبيل عماد دونجا، رغم ان ايهاب جلال قال لهم ما يتباعش.
وان انا عاوزه، لكن لو لقوا الموضوع في فلوس ومكسب للنادي، مع الف سلامة يا قلبي، مع الف سلامة، مع الف سلامة يا قلبي، مع الف سلامة. طيب، وانا بكلمك على نادي الزمالك، عاوزين نقف كلنا عند تصريح الكابتن يوسف اوباما، لان بعض العيال المعاتيه والمخابيل والمنافقين والافقين قال لك العينات بتاعت اللعيبة تم استبدالها قبل القضية ممكن، وغيبوا الونش وعبد الله جمعة ويوسف اوباما عشان ما يلعبوش، عشان الاهلي يكسب البطولة. طلع الراجل امبارح مع كريم حسن شحاتة قال لك ده كان دور كورونا صعب جدا، كنت تعبان جدا، كان هادد حلي جدا، والامانة تقتضي ان انا اقول ان انا كنت مريض، وان الكلام ده مش صح اللي اتقال. ده يحسب لي حد عنده امانة مع الناس، امانة مع جماهيره، عاوز يوصل للناس الحقيقة، مش حد كذاب وافاق يثير الفتن ويثير الازمات والمشاكل والحكاية. فده راجل يعني صادق مع نفسه، كان يقدر يسكت، كان يقدر يسكت وما يتكلمش في الموضوع، وما يتكلمش في الموضوع خالص خالص، ولا يجيب سيرة الموضوع. لكن لما تسأل رد بأمان، لكن عنده كورونا وتعبان. ولو فاكرين وقتها الونش طول قوي في إصابة كورونا، قعد له بتاع شهر على ما العينة بقت سلبية، وعبد الله جمعة نفس الفكرة. فالفكرة هنا عشان بس الناس اللي بتحاول تسير الفتن، احنا بنتكلم في ده عشان الناس اللي بتحاول تسير الفتن والأزمات والمشاكل تعرف ان الكلام ده مرفوض من الناس كلها، وما حدش يحب ابدا 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 قلة الادب ولا التطاول ولا السباب وما الى ذلك. طيب، لايك وشير وصلي على الزين، وادع لنفسك والوالدين والغير. غدا الثلاثاء باذن الله تعالى نادي الاهلي عامل احتفالية عظيمة للعشرة، وبعد دعاوي حتى لكل الناس، حتى المجلس الادارة السابق كاملا بعت له باستثناء عماد وحيد حسب ما علمت من المسؤولين في النادي الاهلي، وكل رموز النادي الاهلي مبعوت لها دعوات، والنجوم من السابقين، وكل احتفاليه كبيره بالعشره للنادي الاهلي. الناس بيقول لك والاهلي بيحتفل بالعشره ليه؟ الاهلي بيحتفل بالعشره لان هو ما احتفلش بيها، اتاخدت في الزحمه، ولو العشره كانت بعد ضياع الدوري كان الاهلي ده معنوياته تبقى في السماء وتبقى انجازه كبير وحكايه وروايه. لكن فوز النادي الاهلي ببطولتين متتاليتين خلى الفرحه مش كبير. طب النجوم دي عايزه تتكرم، خاصه ان فيها ناس هتمشي، عايزه تتقدر خاصه ان فيها ناس هتمشي. فحفله كبيره بكره في استاد مختار التتش بالنادي الاهلي، في مدعو فيها كل رموز النادي الاهلي ورموز الرياضه المصريه. ومفترض مفترض مفترض ان هيحضر هذه الحفله الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. طيب، في ناس ممشيه كده موجه، يا عم انا مش هرد على هيثم فاروق، ده ذوقه، انا مالي ومال هيثم فاروق؟ وحد يقول اللي هو قاله هيثم فاروق؟ حد يقول اللي هو قاله؟ بس ده ذوق، كل واحد وذوق، في واحد بيحب كذا وفي واحد بيحب كذا، اقلب وانسى. انت بتتكلم ان هو في وسيله اعلاميه كبيره يعني بين سبورت، ورأيه كده، هو حر في رأيه، والرأي اللي ما يعجبكش ارميه في الباسكت، ايه القضية يعني؟ اعمل نفسك ما سمعتوش ولا شفته. خالص، ما قال قبل كده أنا أتمنى للأهلي ليه؟ خالص، طنش، طنش واقلب. طنش واقلب، وكل واحد وذوقه. ما هو لما بيقول كده الجمهور بيبقى يقول لك ده حلو ده وحش ده كذا، تقدير يبقى في النفوس. فهو عاوز تقدير يبقى في منطقة معينة مع الجماهير، هو حر. هو حر في نفسه، سيبك منه، ما تشغلش دماغك بيه، ما تشغلش دماغك الناس بتقول ايه. في قول كده كان بيقوله كابتن مدحت شلبي واحنا شغالين مع بعض، مش مهم مين اتقال ايه، المهم مين قال ايه، مين اللي قال. فاللي قال ده دماغك، كبر دماغك. عاوز اتكلم معاكم في حاجه جات لي رسائل كتيره بيها في الاونه الماضيه، رسائل كتير جدا. الدولة ضد الاهلي، الدولة مش عاوزة الاهلي، الدولة مش عاوزة الخطيب، الدولة مش عارف ايه. طب يا جماعة كل ده ليه؟ عشان الاهلي خسر الدوري؟ عشان اخطاء تحكيمية؟ اخطاء تحكيمية دي بتحصل في كاس عالم، ده في فرق فازت بكاس عالم زي انجلترا 66 بخطأ تحكيم، وفي فرق اتأهلت لكاس عالم بخطأ تحكيم، وفي فرق فازت ببطولات بخطأ تحكيم. كان ما كانش فيه فار، بس في الاخر وارد. لكن الكلام على ان الدوله ضد الاهلي ده بيديك احساس انك انت عاوز يقللك، عاوز يقولك انك انت مش حاجه جامده، مش حاجه محترمه، مش الناس بتقدرها وتحترمها. عاوز اقول لاي اهلاوي بيشعر بهذا الامر، احساسك سيد الفاضل خطا، احساسك خطا.
يجب أن تفتخر بأن الدولة راحت للأهل البيت. الدولة راحت للأهل البيت. أفكرك؟ أفكرك أكتوبر 2019 لما حصلت أزمة مباراة الجونة ومباراة القمة والأهلي قال مش هلعب الجونة غير لما ألعب القمة، مين اللي راح للأهل البيت؟ السيد وزير شباب الرياضة ومعه شخصيات مهمة ومسؤولة، راحت للكابتن محمود الخطيب بيته في حي الأشجار في أكتوبر عشان يحلوا الأزمة. فالناس بتقدرك، الناس بتسندك، الناس بتشوف انك انت لك رأي. وفي الوقت القعدة دي تم حل مشاكل عديدة خاصة بالنادي الأهلي. يبقى طيب هل بقى في وزير يعني يمثل الحكومة يعني حريص على النادي الأهلي زي ما هو حريص على باقي الأندية، بس انت ما تعيشش في مسألة ده الدولة ضد الأهلي. لا الدولة مش ضد الأهلي خالص يا عم. ده وزير شباب الرياضة بتهاجم على انه كان حاضر افتتاح الجراج اللي في ايد ناصر. طبعا الجراج غير مهم بالنسبة للجماهير، المهم ليها الكورة، لكن ده مهم للأعضاء وإنجاز كبير للنادي. الوزير بيبقى كان حاضر أي احتفالات في زايد أو في التجمع، وضع حجر أساس، حكاية، رواية، كلام بالشكل ده، افتتاحات. فما جيش أنا بقى أقول إيه ده الدولة ضد الأهلي. لا الدولة عمرها ما تبقى ضد الأهلي، عمرها ما تبقى ضد الأهلي. أنت بتقول ده عشان إحساسك. إبراهيم عيسى هاجم وإن كان موجود في مؤتمر مهم يحضره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده ملوش علاقة بده. وإن هو راجل بيتكلم على إيه؟ الأهلي فوق الجميع. في ناس من العوام بيفهموها غلط، في ناس من العوام بيفهموها غلط، والموضوع ده ما بيتفتحش غير كل 4 سنين قبل الانتخابات. قبل الانتخابات بيتفتح. طيب يا عم الأهلي لو غيروا الأهلي فوق الجميع يا أبناء، ما فيهاش مشكلة. لكن برضو إبراهيم عيسى وعمرو أديب من الفرحة الطاغية بالدوري، ناس ما شافتش الدوري بقى 6 سنين، فالفرح وهم زملكاوية ففرحتهم طاغية. فأنت ما تقس عليهم إن الدولة ضد الأهلي، ولا تقس عليهم إن الأهلي يعني إيه مظلوم ومقهور، وإن الدولة مش عاوزة الخطيب. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. كابتن الخطيب الدولة تحترمه وتقدره، تحترمه وتقدره كنجم وكأسطورة وكرئيس للنادي الأهلي وكراجل أخلاق وكراجل محترم وما إلى ذلك. فمش عاوزين ده ينتشر بيننا كجماهير كورة بصفة عامة. الدولة عاوزة الأهلي والزمالك والإسماعيلي والدنيا بحالها في أحسن مستوى وأحسن حال، مش عاوزة أبدا 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 يبقى في أزمات، ولا عاوزة أبدا أبدا يبقى في مشاكل خالص. فقلت بقى ان الدولة ضد الاهلي ده امر لا اساس له من الصحة، لا اساس له من الصحة. ارد على اسئلة حضراتكم في هذا الصباح الجميل على السريع، بس اليوتيوب وقف هرجع اعمله تاني او انقل ده هناك. حاضر. سعد سمير عمل ايه؟ سعد سمير رايح فيوتشر، هو وكريم نيدفيد ومصطفى البدري وفارس و كريم هم 5. انا كل شويه بنساهم ليه؟ ايه بنساهم ليه يا معاطي؟ سعد السمير وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم مصطفى البدري وفارس طار، الخمسه راحوا، وهو يحصل على اعلى عقد وقيمته 6 مليون جنيه ويبقى كابتن فرقه ومعاه جنش. يعني طب اشتم، يعني انت بتشتم هرد عليك؟ عمر ما هرد عليك. احمد الحلوان، قضيه كهربا راحت لحد فين؟ والله ما اعرفش، هي كانت محجوزه للمدوله وليس للحكم، ما اعرفش ايه اللي حصل فيها، هسال واشوف واقول لحضرتك. يعني من قال لا اعلم فقد افتى، لكن ناس كده. احمد صابر، انت راجل محترم وفهمان، الحمد لله. ما الناس لازم تكبر دماغها. علي معلول والسليه هيجددوا خلاص، بقول لك هيعلنوا خلال ساعات، الموضوع خلص. امر السليه وعلي معلول جددوا للنادي الاهلي، لسه بقى هيبقى في قفشه، هيبقى في اكرم توفيق ويدلعوا الناس. صبري ابو هادم، شكرا على 100 نجم. علاء الدين، بنحبك، احبك الله وراضي عنك وارضاك. احمد توفيق، شيكابالا بيوجعك، شفت انا قريتها لك ازاي؟ احمد يا محمد يا توفيق، شيكابالا يا ابن عمره ما يوجعني، بالعكس شيكابالا نتمنى له الهدايه، نتمنى له انه يكسب الناس،
نتمنى له انه يبقى نموذج قدوه للشباب والاطفال، مش نموذج. لو انت بتفتخر بحركاته الخارجه وعاوز ولادك يعملوها انت حر في نفسك، لكن احنا مصدر فخرنا للناس الناس المحترمه المؤدبه. بكلم كل امانه، الناس اللي بيشتموا دول وداخلين يشتموا ما بردش على حد. شوفوا الراجل الطيب بيقول لي ايه، الاستاذ محمد فتحي بيقول لي في ناس بتشتم من فضلك رد عليهم خالص. هم اللي جايين يشتموا دول ايه؟ دول عيال عبيطه. انت ما بتحبنيش بتتفرج عليا ليه؟ انت اكتر واحد حريص، لان عارف هنا المعلومه الصادقه والراي الحر، المعلومه الصادقه والراي الحر والانفراد. قلت لك بص دلوقتي في اليوم السابع هتلاقيه بيقول لك سعد سمير يوافق على الاعاره، وانا بقول لك من امبارح ان سعد سمير مضى في فيوتشر وكابتن فيوتشر وكل التفاصيل، والناس حبايبنا بيبعتوا نجومهم اللي بيحبونا وبيأيدون. محمد العراقي، محمد العراقي اهلا بك يا استاذ محمد، صباح الفل عليك يا مصطفى، مصطفى السيد. ف شيكابالا ما بيوجعش حد، ما تحولش البرنامج لبرنامج سياسي، طبعا عمري ما هحوله لبرنامج سياسي، لكن لما نقول ان احساس اللي عنده جمهور بالظلم او ان الدوله ضد الاهلي، لا لازم اقول لك هذا الاحساس خاطئ تماما تماما تماما، ولا اساس له من الصحه، وان الدوله تقدر وتحترم الاسطوره محمود الخطيب، وتقدر وتحترم النادي الاهلي مصدر السعاده ل 70% من المصريين بانتصاراته وبطولاته، ومساهم في السعاده لكل المصريين بتصدير النجوم للمنتخبات الوطنيه. حبايبي دمتم في امان الله، يحفظكم ربنا ويكرمكم ويرضى عنكم.